ايه اللي بعد الاستثناء يا ابني؟ خفض. خفض ايه؟ يلا اقرا اقرا. باب يخفض الاسم كم بقى على المغرب في مشترك. هات يا ابن الدرس. وهو من والى وعن وعلى. كم بقى على المغرب؟ مغرب كم؟ ها؟ ما شاء الله ما شاء الله. يلا عشان تاخذوا الاجازه ان شاء الله ربنا يكرمنا وياكم. واللام. ايوه. والباء للقسم وغيره او مختص بالظاهر وهو رب ومذ ومنذ. والكاف وحتى وواو القسم وتاؤه. لما انقضى الكلام على ذكر المرفوع. يقول الشيخ رحمه الله يعني باب ال باب ايه اسمه باب ايه يا ابن المجرورات. المجرورات في المجرورات ثلاثه يا اولاد. في مجرور بالحرف وفي مجرور بالاضافه وفي مجرور بالتبعيه. صح يا شباب؟ المجرور بالحرف يعني لابد ان يسبق بحرف من حروف الجر. والشيخ ابن مالك رحمه الله ذكر حروف الجر كام؟ تقريبا ذكر 20 حرفا يعني. يقول الحروف الجر 20 حرفا اسقطت منها سبعه. ده مين اللي يقول اسقطت؟ ايوه رحمه الله. قولوا امين. يقول الشيخ الحروف الجارة 20 حرفا أسقط منها سبعة وهي خلا وعدا وحاشا. خلاص. طب ليه أسقطت الثلاثة؟ قال على صنع ذكرتها في باب الاستثناء. تفهمت ولا ليه أسقطتها في حروف الجارة؟ قال ما أنا ذكرتها في باب الاستثناء. قال ولعل فاستغنيت بذلك عن إعادتها وإنما أسقطت الأربعة الباقي لشذوذها. لأن لعل ذي في الأصل هي حرف رجاء يعمل عمل إن. تقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لكن قبيلة من قبائل العرب تسمى قبيلة بني عقيل هم يجرون بها. يقول لعل الله فضلكم علينا. لعل الله فعندهم هي حرف جر وتسمى عند النحاة حرف جر شبيه بالزائد. ليه حرف جر شبيه بالزائد؟ لأنه ليه معنى وليس له متعلق يعني لا يتعلق بفعل قبله. فلعل حرف رجاء حرف رجاء. شوف تقول لعل الله يوافقني. لعل الله يبقى اسم مجرور بلعل. وهذا الجر بها شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه. وكذلك متى. متى دي المفروض انها اسم استفهام. صح ابني ولا لا؟ صح يا ابني؟ نعم. اقول متى اختبارك؟ تقول غدا. متى سفرك؟ تقول بعد غد. وممكن تكون يعني اسم شرط. متى تسافر؟ أسافر معك. هل فهمتم؟ لكن قبيلة اسمها قبيلة هذيل يعني يجرون بها. يقول أخرجها متى كمه. أنتوا فهمتوا ولا لا يا ابني؟ بص يا ابنه أنا عاد أشبه لكم تشبيه حسة عشان تبقوا عارفين. يعني مثلا أنا معي مثلا صرة فيها مال يعني وبعدين أنا خبيتها وقلت لك فتشني فتش ما فيش حاجة معي وبعدين رحت طلعتها من كمه. يقول أخرجها متى كم يعني أخرجها من كمه. فهمت ولا لا؟ عند بني هذيل اعتبروها حرف جر بمعنى من. يقول أخرجها متى كمه يعني أخرجها من كمه. ده لغة مين دي يا ولدي؟ ودي لغة شاذة يعني يحفظ ولا يقاس عليه. اللي بعدها اسمها ايه؟ ها كي. كي جاب كي ولا لسه؟ فين؟ وكي لا يجر بها لا يجر بها الا مال استفهامية. وذلك في قولهم في السؤال عن علة الشيء كيما يعني بمعنى لما. كيما لما. اذا قلت مثلا سافرت الى مصر اليوم اقول لما. لما فشوف لما يعني لماذا لماذا لما ماذي مال استفهامية. ومال استفهامية إذا دخل عليها حرف الجر تحذف الألف للفرق بين الخبر والاستخبار. يعني الخبر للفرق بين ما الموصولة ومال استفهامية. عما يتساءلون لا تقل عما يتساءلون تحذف الألف إذا دخل عليها حرف الجر. دي اسمها مال استفهامية. صح يا دول؟ صح. صح. وفي عندنا مال موصولة تبقى الألف والله خبير بما تعمل تبقى الألف. إذا في فرق بين ما الموصولة شوف والله خبير بما تعملون معناها بالذي تعملون. أدي ما اسم موصول بمعنى الذي. طيب فبما تبشرون بما تبشرون بما تبشرون. سيدنا يعني إبراهيم عليه السلام يقول الملائكة بما تبشرون قالوا بشرناك بالحق. فهمت ولا لا؟ فلا تكن من القانطين. بما
أصلها بما حذفت الألف. ليه حذفت الألف؟ للفرق بين الخبر والاستخبار. الاستخبار يعني الاستفهام، والخبر يعني اللي هو الكلام الايه، الخبر اللي هو المال موصول يعني. فهمتوا يا شباب؟ وتبقى في الموصول يعني، عشان تفرق يا دكتوره بين المال الموصول وبين المال الاستفهاميه، يعني اجيب لك على بلاطه يعني. يعني ما حرف الجر يدخل على ما الاستفهاميه تحذف الالف. بما تبشرون، عما تسالون، خلاص هتجد كثيره كده. طيب لما تدخل على ما الموصولة الألف تبقى، زي ما تفرق بين عمر وعمر، يعني عمر وعمر لين حطينا واو عشان نفرق بينهما، صح يا ولاد ولا؟ أهو نفس القصة هنا. فعندما تسأل عن علة الشيء، يعني أختنا السائلة الآن قالت والله يا دكتور أنا معلش أنا همشي دلوقتي، فأقول لها لما؟ يقول أنا بستفهم عن علة مشيها، صح يا ولادي؟ ايوه لما. فبعد ما اقول لما اقول كيما. انت فهمت يا ابني ولا لا؟ وده الجار بها شاذ. يبقى تدخل يعني بقول لما، اللام دي حرف جر، صح يا ابني ولا لا؟ وما ديا اسم مجرور باللام، مفهوم يا ابني ولا لا؟ ما الاستفهاميه اسم مبني في محل جر باللام. انا احذف اللام واجيب كي، فاقول ايه كيما، يعني معناها لما. انتوا فهمتوا يا ولادي؟ وده الجر بها شاذ. هات اللي بعدها. ها؟ او باضافه ولا ولولا لا يجر بها الا الضمير. لولايا ولولاك ولولاه وهو نادر. خلاص؟ هذا جاي سؤالك يا عم الشيخ فهمي. صابرين بخير يعني. بعد شهر. يقول ولولا، شوف دي لولا جت معانا الشيخ أسقطها من حروف الجر. ليه يا شيخنا؟ قال أنها شاذ، الجر بها شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه. تقول أومت بعينيها من الهوجج لولاك في ذا العام لم أحجج. هل فهمتم البيت؟ واحد بيحب واحدة، وبعدين راح هو يحج بيت الله الحرام، يحج بيت الله الحرام، لبس ملابس الإحرام، وحبيبته عرف أنه رايح الحج، فقلت انا احد بس مش عشان ربنا، احج علشانك انت. انت فهمت ولا لا؟ فهي ركب الهوجد، زمان ما كانش فيه سيارات ولا طيارات، ركب الهوجد اللي هو الناقة يعني، وعليها كده ايه، مش عارف الهوجد. فهو يقول اومت بعينيها من الهوجد، يعني فتحت الستارة كده بتاعت الهوجد ونظرت لي وهو بيقول لبيك اللهم لبيك. فهمت يا ابني ولا لا؟ فاومت بعينيها من الهوجد لولاك في ذا العام لما احجوج، يعني لولا انت موجود ما كنتش احج السنه دي. نسال الله ان العافيه يعني الـ يعني الاعمال دي، انما الاعمال بالايه؟ طب كده يبقى ليها حد؟ ما لهاش حد كده، ما هو طالما مش ناوي العمل لله يبقى مردود عليها يعني. انما الشاهد احنا ما لناش علاقه بالموضوع ده، احنا لنا علاقه بالكلام، صح ولا لا؟ النحو بيركز على الكلام، مش بيبين مش مركز على الهوى او الحب او الغزل، لان العربي اذا تكلم فكلامه فصيح. فهمت يا ابني ولا لا؟ بس مالناش علاقه انه بيتغزل فيه او لا، مالناش علاقه بالموضوع ده. فهو يقول لولاك لولاكي لولاك في ذا العام لم احجدي. لولاك يبقى لولا اعتبرها حرف جر، والكاف ضمير مبني في محل جر بلولا. هذا الكلام اللي قاله. وانكر المبرد استعماله، المبرد ده تلميذ السيبويه، قال وانكر المبرد استعماله، وهذا البيت نحوه حجه لسيبويه عليه. بدأ الشيخ ينتصر لمين؟ لشيخ النحاة. قال لي مبرد انت غلطان، انت بترد على شيخك اللي علمك، احترم نفسك. قال له احترم نفسي ازاي؟ قال له طيب ما هو انت بتقول لولا، مش بتنكرها انها تجر الضمير؟ قال ايوه. قال طب اهو ما شيخ نقل الكلام ده، نقله عن العرب، ما الفوش ده نقله عن العرب، فمن سمع حجة على ايه؟ طيب والأكثر في العربية لولا أنا ولولا أنت ولولا هو، قال الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. وساعتها شيخنا تبقى إيه؟ لولا حرف امتناع الوجود. الشيخ مقدم تحت لولا كثارة بعربية حرف أيوة. أو كاف مبتدأ فين الكلام تحت؟ ها؟ تحت عرفه. أيوة فين يا ابني؟ قال
لولاتي لولا حرف جر التثنيه بالزائد لا يحتاج الى متعلق. والكاف ضمير مخاطب مبتدا. قال الاخطش اللي هو في بيت لولاك لولاك دي. نعم اعرب تحكم ولا اعرفوه. طيب 250 نشوف. لا تفضل كمل. ايوه قال الاخطش مبني على الفتح في محل رفع. وقال سبوي الجمهور له محلان اولهما جر بحرف الجر وثانيهما رفع بالابتداء. ولوحد الاول فجئ به متصل والخبر محذوف وجوبا تقديره لولاك موجود. هو اشبه بحكايه رب دي. لما اقول رب رجل صالح لقيته رب رجل صالح فرب تدخل على النكرات ما بعدها مجرور لفظا لكن مرفوع محلا. فلما اقول رب رجل رجل تعرف مبتدا ازاي مبتدا وهي مجروره. هي ما اقول لك حرف جر شبيه زي رب دي. فلما اقول رب رجل اصبحت رجل لها محلان يعني هي مجروره لفظا مش كده لا لكن محلها الرفع فهي مجروره لفظا لكن مرفوعه محلا عن لها مبتدا يعني. فهمت يا شيخنا؟ والحمد لله ربنا ييسر لك الحال وجات لك الاعراب بالتفصيل. ايوه حطوا الورق كده حطوا. بعد كده يا اولادي تنقسم الحروف المذكوره حروف الجر يعني حروف الجر. شوف الشيخ قسمها هنا تقسيم يعني عالي. بيقول لك في حروف موضوع على حرف واحد الباء واللام والكاف والواو والتاء. يعني في حروف ربنا سبحانه وتعالى وضعها على حرف هجاء واحد زي الباء بالله، التاء تالله، الكاف ليس كمثله شيء، اللام لله ما في السماوات. دي حروف وضعت على ايه يا ولدي؟ رد علي. وفي حروف وضعت على حرفين زي من او عن او في او مذ. فهذه حروف وضعت على حرفين. فمن سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من. طيب الى موضوع على كام؟ وعلى موضوع على كام؟ يعني اذا بدا الشيخ يقسمها تقسيم اخر حسب الوضع. ففي حروف هجائيه حروف جاره وضعت على حرف، في حروف وضعت على حرفين، فمنها مذ. الا طب مذ دي بتجر؟ نعم يعني تجر الزمن، تجر الزمن يعني تدخل على زمان. اقول ما رأيت زيدا مذ يوم الجمعة، مذ يومي، فإذا ما جاء ما بعدها مجرور تبقى حرف جر. معناها ما رأيته من يوم الجمعة لم أره. لما تقول لم أرى زيدا منذ يوم الجمعة يعني من يوم الجمعة لم أره. طب إذا كان الزمان في الحال ما رأيته مذ يومنا يعني في يومنا. أما إذا جاء ما بعدها مرفوع تبقى أصبحت دخل على جملة اسمية، تبقى تعرب خبر مقدم أو تعرب مبتدأ يعني، فيتتردد بين الاسمية والحرفية اللي هي مذ ومنذ دي. طيب وفيما وضع على ثلاث أحرف زي إلى وعلى ومنذ، وموضع على أربعة وهو حتى. حتى دي اللي هي الجر يا أولادي، لكي تجر لابد أن تجر الآخر أو المتصل بالآخر. قال تعالى عن ليلة القدر سلام هي حتى، إذا طلوع الفجر ده آخر جزء من ليلة القدر. فهمت ولادي ولا لا؟ وتنقسم ايضا الى ما جر الظاهر دون المضمر. يعني عندنا الواو تجر الاسم الظاهر والفجر لكن لا تجر الضمير، والتاء تالله. نعم حتى لم يجعل اذا جاء كان بعدها مضارع منصوب بان مضمر وجوبا. يعني احنا يا شيخنا بنتكلم عن ايه يا شيخ فهمي؟ الان نتكلم عن حتى الجاره ولا نتكلم عن حتى الناصبه. تكلم لم يجعلها حتى هي الناصبه لانها هي تعمل في الاسم. ايوه لا يوجد عامل يعني يعمل في الاسم في الفعل. نعم هذا الا ينقسم الى ما يجر الظاهر دون المضمر. الواو والله تجر اسم ظاهرها، والفجر والتين تجر اسم ظاهر. فاهمين كلامي؟ نعم. طيب والتاء تالله تجر اسم ظاهر. مذ ما رايت زيدا مذ يومي تجر اسم ظاهر. منذ ما رأيت محمدا منذ يوم الجمعة. حتى سلام هي حتى يا ود رد. طيب أقول زيد كالبدر تجر اسم ظاهر. رب رجل صالح لقيته، يبقى هذا الذي قلناه كله تجر الظاهر فقط لا تجر الضمير. لكن هناك الحروف الأخرى تجر الظاهر والضمير. يعني عندك مثلا من تجر الظاهر والضمير، ومنك ومن نوح. منك جرت الضمير، من نوح جرت اسم ظاهر. طيب إلى تجر الظاهر والضمير. إلى الله مرجعكم، إليه مرجعكم. فاهمين يا أولاد ولا لا؟ على تجر الظاهر والضمير.
وعليها وعلى الفلك. عليها جرت الضمير، على الفلك جرت اسم ظاهر. إذا في سبعة تجر الظاهر والضمير، وفي سبعة تجر الظاهر دون الضمير. هل فهمتم؟ طيب. أو بإضافة، كم الإضافة يا ابني؟ أو بإضافة، أو بإضافة اسم على معنى اللام كغلام زيد، أو من كخاتم حديد. بقى كم المغرب يا ابني؟ ها؟ أو في بقى كم؟ ها؟ نصف ساعة. طيب كويس، صلوا على الحبيب. ده درس مهم جدا، حكاية الإضافة دي. احنا قلنا الاسم قد يجرب الحرف، وذكر الشيخ الحروف، وقد يجرب الإضافة. افهم درس الإضافة ده مهم جدا للغاية، صح يا أولادي؟ طيب، إذا قلت كتاب، طيب الكتاب، طيب مدرسان، مدرسون، اسمعوا وعوا لما أقول. إذا أردت أن تضيف كلمة إلى كلمة، أول شيء تحذف التنوين. فإذا قلت هذا كتاب، هذا كلمة منونة صح؟ نعم. والتنوين علامة من علامات إيه؟ بالجر والتنوين والندى. إذا أردت الإضافة يحذف هذا التنوين، أقول هذا كتاب النحوي، يبقى عند الإضافة يحذف التنوين، صح يا شباب؟ نعم. طيب إذا جاء المضاف إليه حذف التنوين، إذا جاء التنوين حذف المضاف إليه، فهما عدوان لا يلتقيان أبدا. والشاعر يقول كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكانية. هل فهمتم؟ يبقى لا يجتمع الإضافة مع التنوين. وده الشيخ اللي قالوا في الصفحة التالية، قالوا ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب، اللي هي نون الجمع أو نون المثنى. يعني لا تجتمع، مثلا النون دي عوض عن التنوين. لما ربنا قال تبت إيه؟ يدان، أصلها يدان، صح ابن ولا؟ فمدرسان أهي أصل الكلام مدرس، مدرس النون المثنى عوض عن تنوين في المفرد. طيب مدرس النون الجمع عوض عن تنوين في المفرد. فلا يجوز لك أن تجمع بين التنوين والإضافة، ولا بين النون، نون اللي هي تالي علامة الإعراب، يعني تالي علامة الإعراب، لأن المثنى يرفع بالألف والجمع يرفع بالواو، تالي علامة الإعراب يعني النون واقعة بعد علامة الجمع. أيضا لا تجامع لا تجامع الإضافة، يعني لا تأتي مع الإضافة. هل فهمتم؟ لما نقرأ قول الله عز وجل إنا مرسلوا ها الناقة، أصلها مرسلونا، فعند الإضافة حذفت النون. طب تبت يدا، أصلها يدان، حذفت النون للإضافة. هل سمعتم يا أولادي؟ كذلك آل التعريفية تحذف، تحذف آل، أقول كتاب النحوي أو كتاب الحديثي. إذا أردت أن تضيف كلمة لكلمة احذف آل التعريفية، احذف التنوين، أو ما ينوب مناوب، أو الذي يعني نون المثنى ونون الجمع تحذف عند الإضافة. كلام واضح ولا في صعوبة؟ طيب الآن هندرس معنى الإضافة. معنى الإضافة لو أن أحدكم يعني لابس في يده خاتم، يعني أقول إيه نوع الخاتم ده؟ أقول هذا خاتم فضة. واختنا مثلا دكتورة تقول هذا خاتم ذهب. المضاف هو خاتم جزء من المضاف إليه، لأن الفضة كل والخاتم ده جزء منها، لأن ممكن الفضة دي تعمل منها خاتم أو إسورة أو حلق، مش كده ولا؟ فده يبقى الإضافة بمعنى من. فعندما تقول هذا خاتم فضة يعني معناه خاتم من فضة. فاهمين يا أولادي؟ واحد يقول لي والله ما شاء الله القماشة دي حلوة يا أستاذ، القماشة دي حلوة، أقول له دي هذا ثوب قطن، يعني ثوب إيه؟ من قطن. أيوة كويس. لما أقول مثلا هذا باب حديد، أصلها باب إيه؟ من حديد. هذه اسمها معناها من. طيب لو قلت الشيخ أحمد يقول أنا أحب جلسة النهاري أو جلسة المساء أو الصباحي، فتجد النهار والصباح ده ظرف زمان، صح ابن ولا لا؟ يبقى الإضافة على معنى في. جلسة النهار يعني جلسة في النهار، قال تعالى بل مكر الليل، يعني مكر في الليل. إذا لم تكن بمعنى في ولا بمعنى من يبقى بمعنى اللام. لما قلت ده قلم أحمد يعني قلم لأحمد، سمعت ابن ولا لا؟ يبقى الإضافة ليها كم معنى؟
ثلاثة. إما معنى من ها في اللام. بس ده سهلة ولا صعبة يا ولادي؟ سهلة دي. هنيجي النوع الإضافة، وده المهم جدا في الموضوع، لأن بعضكم قد لا يميز بين الإضافة اللفظية والمعنوية، وأحيانا نقرأها في الكتب القديمة إضافة محضة وغير محضة، وبلا فهم لا محضة ولا غير محضة. سامعين؟ عايزين ندرس الآن نوع الإضافة ولا معنى الإضافة؟ نوع الإضافة. إحنا المعنى الأسهل صح ولا لا؟ يعني ممكن طالبة من الموجودات تقول لصاحبتها ما شاء الله القماشة دي حلو، الفستان ده جميل، ده تقول هذا فستان حرير، يبقى معنى إيه؟ من حرير. من حرير صح ولا لا؟ نعم. طيب شافتها لابسة مثلا إنسيال أو كانت تقول إيه؟ إنسيال وذهب، يعني من ذهب صح؟ نعم. تقول طيب يعني أنا جاية أنا عايز أذاكر معاك، إيه الوقت المحبب ليكي؟ تقول أنا أحب مذاكرة الليل، يبقى مذاكرة إيه؟ في الليل صح كده ولا لا؟ طيب هذا اسمه معنى في. لو قلنا مثلا كتاب محمد أصلا كتاب لمحمد، بس سهلة دي صح يا ولادي؟ اللي أنا عايزين نعرف نوع الإيه؟ يا درود أنت هو ده أخطر حاجة في الدرس وتفهمها إن شاء الله يبقى النحو سهل عليك، اللي هي حكاية نوع الإضافة صح يا ولادي؟ يلا امسح يا ابني. احنا هنحكي حكاية عشان إن شاء الله بالحكاية دي تفهموا النحو إن شاء الله. هنقول كان يا مكان ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. هنحكي حكاية كده، يعني هي حكاية تقريبية بس للإيه؟ للإفهام. يعني رجل فقير مسكين، يعني هذا الرجل المسكين الفقير مشى في الأرض فوجد قصر من قصور الأمراء، وبعدين هذا الرجل يعني صنع كوخ كده بيت صغير بجوار القصر. فخرج الأمير، لما خرج الأمير قال والله أنت يا رجل أنت إيه اللي جابك هنا؟ قال والله يا سعادة الباشا أنا رجل مسكين فقير. قال خلاص خليك جالس اقعد. فجات الصحافة والتلفزيون والإذاعة كله جاي يصوروا الأمير ويعملوا حديث معاه، فراح صوروا بالكاميرات الراجل أبو عشة ده، فهمتوا يا ابنه ولا؟ صوروه. فالراجل ده اكتسب من مجاورته الأمير الشهرة، فإذا مشى في أي طريق الناس يشار إليه بالبنان، راح أي مصلحة حكومية كل يوسع له، فهمت يا ابنه ولا؟ ما حدش يقدر يكلمه. إذن اكتسب من الأمير شيء مادي ولا معنوي؟ معنوي. اللي هو الشهرة، فما يقال في المثل اللي جاور السعيد يسعد، صح يا ابنه ولا؟ فإنما نقول كتاب ده نكرة. طيب مسجد نكرة، قلم نكرة. عندما يضاف للمعرفة يكتسب منه التعريف، أقول كتاب الفقه أو النحوي بات معرفة، أهو قلم أهي. واحد لقى القلم ده في الأرض قال الحمد لله أنا وجدته وحطه، قال له حاسب ده قلم الأستاذ. يبقى النكرة لما تضاف للمعرفة تستفيد منها شيء معناه اللي هو التعريف. هل فهمتم؟ نعم. ولا مش مفهوم؟ مفهوم. طيب ده اسمه إضافة إيه يا ولادي؟ معنوية. إضافة إيه؟ حامل. كويس. هذا الرجل المسكين الذي استفاد يعني استفاد أمر معنوي من مجاورة الأمير له قريب، قال له أنت عملت إيه؟ أنا كل يوم بنشوفها في التلفزيون، أنا عايز أبقى زيك مشهور. قال له خلاص اعمل زي. فراح وجد قصر من القصور الأمراء فجلس. قال له أمير أنت إيه اللي جابك هنا؟ قال له أنا فقير غلبان. قال له خلاص اجلس. وبعدين لما يقوم التلفزيون يصور قال لهم على فكرة لما تيجي تصورون يعملوا عازل بينه وبين الرجل الفقر ده، ها ما صوروهوش معايا. قالوا خلاص سمعا وطاعة سعادة الأمير. فالشخص ده جاور الأمير سنين، يخرج السلام عليكم ما حدش رد عليه. يا أخوانا ردوا عليه، ده أنا جار الأمير. يقول رجل يا أمير يا كذاب أنت أمير إزاي؟ يعني حد بيشوفك؟ هل استفاد مجاورتي الأمير؟ ما استفادش. نشبه برضو تشبيه ثاني حسي، يعني أخونا أحمد ده الشيخ فهمي من تونس، فالشيخ فهمي بعد ما خلص الدورة فرجع إلى تونس عينه سفير. لما عين سفير بقى رجل مشهور، فالرجل ده رجل غلبان ما حدش عارفه. قال والله السفير ده صاحبي. قالوا صاحبك من هنا؟ حد إزاي تعرف أنت السفير؟ قال طيب أنا هتصور معاه. الصور معاه أصبح مشهور زيه، فهمتوا؟ اللي جالس جنبه قال طيب ما أنا برضو صاحبي، بس الواد اللي اسمه السفير ده كان بيكره، ده بيكرهه ما كانش بيحبه يعني. قالوا انت عايز تصور معايا؟ قال له ايوه عايز اصور معاك. قال له طيب تعالى صور. بعد ما صور ومشي قال لهم ما تطلعوش الصوره دي في التلفزيون. يبقى هل استفاد ولا ما استفادش؟ هذا اسمه اضافه لفظيه. ك
كيف نعرفها؟ لما يكون مضاف واحد من ثلاثة، يعني يكون مثلا ضارب ده اسم فاعله، مضروب ده اسم مفعول، حسن الوجه ده اسم صفة مشبهة. لما يكون واحد من الثلاثة دي اسم إضافة لفظية، يعني الفائدة كلها راجعة لللفظ بس، لكن لم تستفد لا تعريف ولا تخصيص. إزاي؟ لما تقرأ قول الله عز وجل إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، أيهما أخف على اللسان؟ بالغ أمره. أيوة، ده اسم إضافة لفظية لأنها خفيفة على اللسان. فإذا قلت حضر قارئ الدرس، قارئ الدرس، أيهما أخف؟ أو دي اسمها دي إضافة لفظية رجع للفظ بس، لكن مش إضافة معنوية. طب إيه الدليل على أنه لم يستفد تعريف ولا شهرة؟ أنه ممكن يقع صفة للنكرة، الناس اللي حفظ القرآن تقرأه هديا بالغ الكعبة، هديا ده نكرة منصوبة علينا حال، يعني بالغ صفة ليها. الله، بالغ لو كانت استفادت التعريف من الكعبة لما صح أن تعرب صفة للنكرة، لأن صفة النكرة نكرة، مش كده ولا لا؟ القرآن قال إيه؟ والعبد مؤمن، ماشي، والعبد المؤمن، يبقى صفة النكرة لازم تبقى نكرة زيها بالضبط. كون دي تقع صفة لهديا معناها هي لم تستفد تعريفا من الكعبة، لأنها لو استفدت تعريفا ما صح أن تعرب صفة. يعني مثال أوضح موضحه، سلمت على رجل ها كاتب الدرس، رجل نكرة ولا معرفة؟ نكرة. طب كاتب صفة لمين؟ لرجل. طب وكاتب أضيفت لمين؟ لدرس. كونها تعرب صفة للنكرة معناها هي نكرة حتى وإن أضيفت إلى معرفة، تماما زي الواد ده لما تصور مع السفير وما حدش عارفه برضه، فهمت يا ابني ولا لا؟ رغم أنه جاور المشهور برضه ما حدش عارفه. فكيف تعرف الإضافة اللفظية من الإضافة المعنوية؟ الإضافة اللفظية واحد من ثلاثة، اسم فاعل زي كاتب أو ضارب، اسم مفعول زي مكتوب ومضروب، صفة مشبهة زي حسن الوجه أو كريم الأصل، ده كلها اسم إضافة، ما عدا ذلك إضافة معنوية. إن في خلق السماوات تبقى إضافة معنوية. طيب إقام الصلاة إضافة معنوية، مسجد الأزهري إضافة معنوية، قلم الأستاذي، عصا الأستاذي، كتاب النحو، كلها إضافة معنوية. لكن لما أقول كاتب أو 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 شارب أو عالم، كل ده اسم إضافة إيه؟ لفظية. هل فهمتم أولادي؟ في كتب النحو يسموا الإضافة المعنوية إضافة محضة. ليه سموها محضة؟ لأنها خالصة من تقدير الانفصال، ما ينفعش أفصلها، ما ينفعش أقول إيه شوفها قلم محمد، ما ينفعش تقول قلم محمدا، ما صحش، ما ينفعش تفصلهم. فهمت يا ابني ولا لا؟ إنما الإضافة اللي هي لفظية يسموها إضافة غير محضة لأنها على تقدير الانفصال. فعندما تقرأ إن الله بالغ أمره، في قراءة أخرى إن الله بالغ أمره، يعني فصلت المضاف على المضاف إليه. هل فهمتم؟ ده كان أخطر حاجة في حكاية الدرس ده. فإحنا فضل الله الآن خدنا كل المجرورات، يبقى الاسم ممكن يجرب الحرف وعرفنا الحروف، وممكن يجرب الإضافة وعرفنا نوع الإضافة ومعنى الإضافة، صح يا شباب؟ في العامل في المضاف إليه مش المضاف؟ العامل في المضاف إليه المضاف، يعني اللي جرب المضاف إليه هو المضاف. فضل يا دكتورة. أقرأ اللي موجود يعني؟ طيب يقرأ كده، أقرأ الشرح ولا يقرأ اللي هو يقول شوف يا دكتورة، اسمعي يا بنتي، اسمعي يا بنتي. يقول لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة وقسمته إلى قسمين، أحدهما ألا يكون المضاف صفة والمضاف ليس معمولا له. المقصود المضاف صفة يقصد المضاف يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، هذا المقصود بالصفة يعني، ها اللي هو الوصف يعني، ماشي. أحد بعد زي إيه يعني، زي غلام وزيد، غلام دي زيد، غلام ليست اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة، دي اسم إضافة معنوية. أن يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، زي كاتب القاضي، كاسب عياله، كاتب وكاسب ده اسم فاعل يعني، خلاص. ولا يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، يعني إيه معمول؟ يعني ممكن ما نخلوش مفعول، ما أقولش كاسب عياله، ما ينفعش يقول أكاتب القاضية، ها؟ اللي هي إيه؟ ما أنا أقول، شوف يا بنتي
خذ بالك يا دكتورة. ها حضر رجل ها أنا بقول لي كاتب الدرس أصلها كاتب الدرس فالمضاف إليه معمول يعني معمول يعني ممكن تنصبيه على أنه مفعول فهمان يا بنتي يا بنتي ردي لما تقرأه إن الله ها خليك في القرآن ها إن الله إيه بالغ أمره بالغ أمره في القراءة بالغ أمره أين المضاف وأين المضاف إليه المضاف إليه ده معمول للمضاف يعني معمول يعني ممكن تنصبه على أنه مفعول تقول بالغ أمره لكن كاسب 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 عياله ما ينفعش يقول كاسب عياله طيب كاتب القاضي ما ينفعش يقول كاتب القاضي ما ينفعش يكتب القاضي فهمتي يعني ما ينفعش ننصبه فهو المضاف هنا وصف يعني ايه وصف يعني اسم فاعل او اسم مفعول ومعمول وهو المضاف اليه ليس معمولا يعني ليس مفعولا به طب تعرفه ازاي مفعول رجع التنوين يظهر لك المفعول على طول يا ما اقول للدكتوره لحضرتك يعني شاربه الماء ركز معايا ركز معايا بلاحظ بس انت حضرتك الطالبه شاربه الماء الطالبه مبتدا شاربه خبر شاربه مضاف والماء رجع التنوين شوفها شاربة الماء فهمة يبقى المضاف إليه اللي هو الماء هو في الأصل مفعول به لمين لكن لما يقول كاسبة العيالي الطالبة كاتبة القاضي ما ينفعش يقول كاتبة القاضية ما ينفعش يعني هو ده المعمول اللي هو المضاف إليه ليس معمولا يعني ليس مفعولا به ما فهمتيش برضو ما هو أنا بستغرب من حاجة يا أولادي أنا زي الطبيب عارفين زي الطبيب يعني يا أولاد أنت هو يا ابني نعم أنا زي الطبيب طبيب يعني أنا بشوف العيال اللي قدامي مخه يستوعب إيه أنا بحمد الناس اللي هم عايز كل حاجة في الكتاب بقول ماشي بس لما أحس اللي قدامي يعني ممكن ذهنهم ما يستوعبش فبرفق بيه لغاية ما ربنا يكرمه ويعلى شوية أنتوا فهمتوا نعم. أنا لما شرحت لكم الموضوع مش الحمد لله فهمتوا نعم طيب الدكتور ربنا يجزيه خير من حرصة عايزة تشوف كل اللي في الكتاب وأنا بقول لها ماشي هو الشيخ قسم أنواع الإضافة قال في إضافة ألا يكون صفة يعني ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ده اسمها إضافة معنوية زي كتاب زي ما مثل الشيخ قال غلام زيد دي بنت اسمها إضافة معنوية طب ممكن تكون صفة معنى صفة يعني اسم فاعل اسم مفعول بس ليست يعني المعمولها يعني ليس مفعولا يعني هو يجر ما بعده بس ما ينصبش زي كلام أقول إيه كاتب القاضي ما ينفعش يقول كاتب القاضية فهو المضاف وصف يعني اسم فاعل لكن ليس عاملا فيما بعده يعني ما ينفعش ينصبه يعني هو جر برضه طيب هنا لما أقول إيه زي كلمة كاتب أجيبها مثال أقول كاتب الدرس أهو كاتب الدرس هنا ممكن ننصب أقول كاتب الدرس لكن ده كاتب هي كاتب دي صفة يعني واسم فاعل وصف يعني ده اسم فاعل وده اسم فاعل بس ده عمل في المضاف إليه النصب وده لم يعمل هذا الفرق بينهم لماذا لم يعمل ها؟ أيوة كويس لماذا لم يعمل ما هو ده يا بنتي لا ينصب مفعولا ما ينفعش في المعنى تقول كاتب القاضية لا آكل الطعام شرب ليه لأنه عندنا اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل فهمان يا بنتي اسم الفاعل بيعمل عمل ايه فلما أقول كاتب الدرس كان يكتب الدرس شارب الماء يعني يشرب الماء وإذ قال ربك الملك إني جاعل في الأرض أزيها أجعل في الأرض خليفة لأن اسم الفاعل بيعمل عمل ايه واضح يا بنتي فهنا لما تحذفيه تخلي الفعل مكانه هيظهر لك ينصب ولا ما ينصبش زين واضح كده طيب الحمد لله وبعدين بيقول ايه ان يكون المضاف اليه معمولا للمضاف وليس صفه نحو ضرب اللص شوف ضرب اللص كلمه ضرب اللص ضرب ده مصدر واللص هذا كل اللي ذكره الشيخ داخل معنى في الاضافه
يقول وذلك ضرب. وهذه الأنواع كلها تسمى الإضافة إضافة معنوية لأنها تفيد أمر معنوى وهو التعريف إن كان لا مضاف إليه معرفة. طيب تقول الله ما هو فيه صفة، بس الصفة دي ليست عاملة يا بنتي. ليه؟ لأن احنا عندنا اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل بس بشرطين، إن يدل على الحال أو المستقبل. لكن ممكن قال كاتب القاضي، ما ينفعش يقول كاتب القاضي الآن وأمس وغدا، لا أصبح صفة ملازمة لي. غير كاتب الدرس، يعني كاتب الدرس الآن أو كاتبه غدا، لأن اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل والفعل له زمن حال ومستقبل، صح يا بنتي؟ لكن كاتب الدرس عفوا كاتب القاضي أو كاسب العيال ما كده ده أصبح ملازمة لي، ما تنفعش تبقى في الحال في المستقبل، عشان كده أصبحت إيه إضافة معنوية. إنما الأخرى اللي هو اللي تنصب دي هو ده اللي هو الوصف اسم الفاعل أو اسم مفعول لما تعمل عمل فعل يعني في الحال أو المستقبل. إذا قلت الدكتورة كاتبنا الدرس يعني الآن، شاربة الماء يعني الآن، آكلوا الطعام يعني الآن، فهمت يا بنتي؟ طيب يقول ثم الإضافة على ثلاث أقسام، أن تكون المعنى فيه ما احنا عرفناه هذه، بل مكر الليلي. الثانية أن تكون على معنى من، إذا كان المضاف إليه كل المضاف زي خاتم حديد باب ساج، بخلاف يد زيد يعني اليد اللي زيد. القسم الثاني أن يكون مضاف صفة والمضاف إليه معمول لتلك الصفة اللي هو إضافة اسم الفاعل، هذا ضارب زيد، أصاب الدكتورة ضارب زيدا، سمعاني؟ وإضافة والصفة المشبهة زي رجل حسن الوجه ومعمور الدار اللي هو اسم مفعول يعني. فيقول الثاني ده هي دي اسم الإضافة اللفظية، وهي واحد من ثلاثة، اسم فاعل زي إيه؟ زي هذا ضارب زيد، اسم مفعول هذا معمور الدار، صفة مشبهة هذا رجل حسن الوجه، وتسمى إضافة لفظية لأنها تفيد أمر اللفظي وهو التخفيف. ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا؟ ده اللي أنا شرحته، خلاص يا بنتي؟ يقول ولا تجامع إضافة تنوين ولا نون تن، يعني ما تجتمعش الإضافة مع التنوين، مش أنا شرحتها؟ ولا مع النون، يعني إنا مرسلوا ناقتي، ما ينفعش يقول مرسلون الناقتي، ما ينفعش يجيب النون مع الإضافة. هذا الكلام الحمد لله فهمت يا بنتي. طيب وإحنا كده نقف على إيه؟ باب ما يعمل عمل الفعل وسبعة، يعني اسم الفعل وانتع ده إن شاء الله كله سهل إن شاء الله الأسبوع القادم ربنا ييسر كده ونشرحه إن شاء الله. الآن أنا أجيب بس على بعض الأسئلة، باقي كم على المغرب؟ باقي كم على المغرب؟ 15 دقيقة. نخضروا يا دكتور. اصبر صبرا جميلا يا ولد. السؤال الأسئلة دي يا ولادي مهمة، ما تمشوش، اسمعوا الأسئلة إن أسئلة كويسة إن شاء الله، أسئلة إن شاء الله عشان تستفيدوا بس يا ابن. الأسئلة كويسة إن شاء الله اسمعوها يا ابن. يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا استخدم المؤلف كلمة وصف في تعريف الحال ولم يستخدم كلمة اسم كما في تعريف للتمييز؟ هل هناك أسرار نستفيد منها؟ هو يا ولدي يعني عبارة أهل النحو وده عبارة القدماء، لما يقول وصف غير لما يقول صفة. وصف يقصد به يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، لأنه هو فعلا وصف. يعني إذا قلت زيد كاتب الدرس، ما أنت وصفته بالكتابة. طيب لما أقول مثلا رجع زيد ضاحكا، فضاحك اسم فاعل، فاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة هي وصف، فتعبير كلمة وصف يعني مشتق من المشتقات، عكس الجامد لا يقال له وصف. السؤال الثاني جي العيل بتجيب لي ورقة صغيرة. يقول إذا أقيمت الصلاة، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة،
هو يقول ايه؟ فلا صلاة الا المكتوبة. وإعراب الجنة في قوله تعالى الجحرجم ليس له وجد الا الجنة. طيب ما وجه الإعراب ورسوله الا رسول؟ مش عارف انا خطه مش واضح. طيب اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. لا صلاة دي بيسموها لا النافية للجنس، ويتعمل عمل إن بشرط أن يكون اسمه وخبره نكرتين، يعني لا صلاة يعني حاصلة. فكثيرا ما يحذف خبر لا، زي لا ضير يعني لا ضير علينا، لا ضير يعني لا ضير علينا، فدي اسمها تعمل عمل إن دي. إلا المكتوبة يعتبر المكتوبة دي بدل من الضمير المستتر في الخبر، يعني يقول لا إله إلا الله، يعني لا إله معبود إلا الله. فلفظ الجلالة ده هيعرب بدل من الضمير المستتر في كلمة معبود، يعني معبود هو. طيب الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ما هو ده الاستثناء اللي احنا قلنا، يعني اللي اذا كان تام موجب يجب النصب المستثنى. يعني الاستثناء بليس لا يكون ما خلا الى اخره. كيف جاء الاستثناء من هذه الادوات؟ ما كيف جاء؟ علشان في مستثنى منه. لما اقول حضر الطلاب ليس زيدا، احذف ليس، تقول حضر الطلاب الا زيدا، مش كده يا ابني ولا؟ فليس حلت محل الا، لكن لما أقول لست عليهم بمسيطر، ليس زيد مذاكرا، ليس أحمد فاهما، ده يعني ما فيش استثناء، لأن الاستثناء ده يعني فيه مستثنى منه، صح ابنا ولا؟ لما أقول جاء الطلاب إلا طالبا، احذف إلا وجيب ليس، أقول جاء الطلاب ليس طالبا، يبقى ده استثناء ولا لا؟ ها؟ اللي هي أي نعم أين، لأن ليست تفيد النفي، ما ينفعش تبقى قبلها نفي. يقول القائل قال تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان، فالمستثنى منصوب وتحته مش عارف كسرتين اللي هو زان، يعني والآخر للأسف يعني اختلط عليه الأمر. يعني عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى الزانية، ده أصبح مبتدأ، صح يا شباب؟ لا ينكحها، يبقى لا حرف نفي. ينكحها ده فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم. لا ينكحها الهادي ضمير مبني في محل نصب مفعول. إلا زان، ما هو دي يا شباب اللي بيسموها تفيد الحصر مش استثناء. يعني الآية أصلها الزانية ينكحها زان، صح ابنه ولا؟ الزانية ينكحها إيه؟ يبقى زان بقت فاعل ينكحها. طب فعل زاد مجرورة، أقول لك لا ما هي مجرورة، ده هي أصلها زاني، ده اسمه منقوص، صح ولا؟ فالياء اللي هي المنقوص ساكنة، وزان النكرة، وطالما الكلمة نكرة لازم تنون، يعني زي قلم كده. مش انا قلت لك انه لو الالف الكلمه فيها الف ولام لا تنون، لكن حذفت من الف تنون، قلم او زي زان، فهي اصلا زانيو، زانيو الضمه ثقيله عليها فحذفت فاصبحت الياء ساكنه، وجاء التنوين والتنوين نون ساكنه والياء ساكنه فاجتمع ايه يا ود رد هلا، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فاصبحت زان فاعل ينكحها مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. هل فهمتم؟ نعم. وده اسمه تنوين عوض عن حرف. تنوين عوض عن ايه؟ حرف. ايوه فهمتوا يا ابني؟ نعم. فاصبحت الا لما اقول الزانية ينكحها زاني، طب ما ممكن ينكحها واحد شريف، ايه المشكلة؟ صح ابني ولا؟ يا ولد فاهم؟ نعم. فلما يقول القرآن لا ينكحها الا زان، تفيد ايه يا ولدي؟ ايوه يعني هي مقصورة على انه ينكحها زاني زيها بس.
لكن لو ما جابش إلا لما يقول لا زانية ولا ينكحها زان ها ممكن يحكوها غير الزاني مش كده ولا صح يا ابني؟ فإلا هنا زي وما محمد إلا رسول فإلا دي هنا ولدي تفيد القصر والحصر. لو قال محمد رسول طب ما ممكن يبقى تاجر ما محمد إلا رسول أفادت إيه هنا؟ فهمت يا ابني؟ يعني قصروا على الرسالة فقط. هل وعيتم ما يقول؟ طيب نشوف الأخ بيقول خلاص. ما الفرق بين وصف وصفة؟ يا ابن صفة يعني في موصوف. لما أقول ده أحمد أحمد ده حضر الطالب الشاعر الفاهم الصالح دي اسمها صفة. صفة يعني لها موصوف قبلها اللي احنا بنسميه نعت ومنعوت. فاهمين يا أولادي؟ طيب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الازهر الله 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 اكبر ام الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها انا مش هنصفها وكفيها الله الله